ما يثير استغرابي هو أنه كيف لدولة كالجزائر تعاني من كل يعني المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، توفر يعني تخصص أو يعني تجمع تمويل هائل جدا يقارب 150 مليار أعتقد من بداية الحرب في يعني في حسب خبراء جزائريين في تحريض يعني في يعني تكوين مشاكل للمغرب بدل من استغلال هذه يعني هذه الإمكانيات الهائلة في التنمية الاقتصادية وفي التبادل التجاري مع المغرب وفي صنع يعني الثروة والاستقرار، وهذا ما يحتاجه الشعب المغربي والشعب الجزائري.